مضت معظم حياتي بلا صلاة، فما العمل الآن؟ أهو القضاء أم الكفارة أم التوبة؟ وكيف يتم كل منهما وبأي طريقة؟ الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الصلاة طول حياتك الباقية، وأن تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب نهائيا ومغادرته نهائيا، والعزم ألا تعود عليه مرة أخرى. فإذا وجدت منك هذه التوبة وعملت بطاعة الله في المستقبل وحافظت على الصلوات فهذا يكفيك إن شاء الله، ولا قضاء عليك فيما سبق، لأنك فيما سبق ما دمت أنك تركت الصلاة متعمدا هذا كفر بالله عز وجل، لأن ترك الصلاة عمدا يخرج الإنسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء. نعم.